Nomor peserta 605, Surat Al-An'am, ayat 138, halaman 146. Nomor tampil 5, nomor peserta 605, Surat Al-An'am, ayat 113, halaman 146. Qiraat dan riwayat Ibnu Katsir, Imam Al-Bazi. Bukan 113, 138. Ya, 138. Imam Ibnu Katsir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات
wa ghayra ma'rushat. Wa ghayra ma'rushat wa an-nakhla wa az-zar'a mukhtalifan ukluhu wa az-zaytuna wa ar-rummana mutashabiha. وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم.